طيب، صباح الخير شباب، الله يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم وكل عام وأنتم بخير. يعني إن شاء الله تكون، يعني أنا بعرف أن أنتم ما شاء الله متابعين كل الإعلانات بالنسبة للعلامات وللأسايمنتس، وإن شاء الله تكونوا شايفين الأسايمنتس بمستواهم مناسب والوقت لهم كويس، يعني مناسب يعني لحل الأسايمنت. بتخيل مناسب يعني عم بيكون معكم تقريبا 16 ساعة، ويعني الأسايمنت مش عم بتكون صح كثير كثير يعني صعبة، يعني الطالب مدام عنده المادة وبقدر يتأكد من بعض المعلومات وهيك وهو بحل، إن شاء الله إنه يكون الوضع دوبل بالنسبة لكم، يعني إلا إذا الواحد صراحة واجه تكنيكال إيشيوز من ناحية إنترنت كونكشن وهيك، بيكون إن شاء الله الموضوع سموث. كل حال، إذا في أي ملاحظات بخصوص الأسايمنت اللوجيستكس تبعونه أي شيء، أنا يعني إن شاء الله بإذن الله مستعد أسمع وأوصل الملاحظات للدكاترة، بس إن شاء الله بعد ما ننهي المحاضرة، يعني ما هو أصلاً أنا عندي أوفيس أورز بعد المحاضرة مباشرة، وبعد المحاضرة برضو بظني موجود يعني الفترة إذا حدا يحب يسأل أي شيء، حتى أو بخصوص طبعاً المادة برضو أزول. طيب، احنا في المحاضرة الماضية احنا طبعا هلا بتشابتر 4 عم نحكي عن الاريثمتيك لوجيك، اذا بتذكروا شفنا كيف نعمل addition subtraction for unsigned numbers و addition subtraction for signed number represented in two's complement format. بعدين بصراحة قولنا انه it's the same hardware، نفس الهاردوير هذا اللي هون يستخدم for both for signed and unsigned numbers، وبقدر أسوي عليه both addition and subtraction. وقلنا إذا بتتذكروا ضفنا إحنا عدلنا على هذا اللوجيك، يعني حطينا زيه كمان component بتشبهه نفسه، عشان في حالة واحدة ممكن أضطر أسوي للجواب اللي بطلع معاي، الجواب اللي بطلع معاي هون I might need to do أو to perform two's complement للجواب اللي هو طبعا هذا الجواب اللي هون. والحالة الوحيدة هاي قلنا اللي هي لما أكون عم بعمل subtraction ويكونوا الأرقام unsigned، يعني في ثلاث شروط تتحققوا عشان أحتاج أعمل two's complement، أكون عم بسوي subtraction ويكون الأرقام أصلاً unsigned number ويطلع في عندي borrow، طبعاً هنا عشان فيش borrow، البرو دائماً عكس الكاري، فلازم تكون الكاري 4 السي 4 هاي لازم تكون صفر، إذا السي 4 صفر وعم بتسوي subtraction for unsigned numbers لازم الجواب اللي هو من S3 ل S0 تعمل له two's complement، وبرضو شفنا كيف نقدر نعمل two's complement باستخدام هذا الادر نفسه اللي هو قلنا منثبت A على صفر، input A منثبته على زيرو، وinput B مندخل عليه S0 S1 S2 S3 وطبعا بيكون داخل على الS هنا واحد عشان يسوي subtraction and so on and so forth. في حدا عنده أي سؤال بخصوص هذا الإشي؟ طبعا برضو صراحة احنا حكينا معلومة أخرى زيادة اللي هي موضوع الأوفر فلو، حكينا تعريف الأوفر فلو هو أنه قلنا أنه يصير أنه أحتاج N plus 1 N plus 1 to represent the answer instead of just N bit، وقلنا أنه هاي بتصير in two بأكثر من كيس، إذا كنا عم نحكي عن unsigned numbers فالoverflow بيصير في حالة ممكن يصير في حالة الaddition if we are adding two unsigned numbers، وهذول unsigned numbers كانوا large numbers زي مثلا هون بهذا الexample لما جمعنا 8 and 12 الجواب بطلع 20. 20 cannot be represented using 4 bit، بدها 5 bits، بدها n plus 1. فالأوفرفلو في الأنسايند أديشن نقدر بسهولة نعمل لها ديتكشن، نعرف أنه في أوفرفلو أو لا إذا بس بتفرج على الكري الأخيرة على الإند كري، عشان هيك هي كتبنا المعادلة هون أن الأوفرفلو للأنسايند بتساوي السي إن، إن اللي هو عدد البيتس، فلما يكون عندي 4 بيتس هاي الكري الأخيرة اللي هي سي 4 إذا هاي واحد معناته في عندي أوفرفلو، معناته إذا بس بتفرج على الأربعة بت بيكون الجواب تبعي خطأ، مش إذا بتفرج على الأربعة بت الجواب بيكون 4 وهذا الحكي خطأ، فهذا معنى overflow إنه الجواب اللي عندك الممثل using n bits is not complete، you need an extra bit to represent this answer. هذا في حالة ال unsigned. في حالة ال signed numbers قلنا لا، ال overflow ممكن يصير عادي، طبعا في حالة ال subtraction قلنا ال overflow for unsigned subtraction is impossible، مستحيل يصير الـ overflow للـ unsigned subtraction.
The reason is في الـ subtraction الـ amount is always reduced, دائما بتقل الـ value. يعني كنت عم تطرح ما عمرها بتزيد، وبما أنها ما بتزيد معناته ما عمري راح أحتاج لـ bits زيادة to represent الـ answer. يعني دائما راح يكون عدد الـ bits كافي، وبالتالي بيكون الـ overflow is impossible بهاي الحالة. طيب طيب ايش بالنسبه للساين نمبرز؟ لو كنت عم بحكي عن ساين نمبرز، لا ساين نمبرز الاوفر فلو از بوسيبل فور بوث اديشن اند سبتراكشن، بس بالاديشن لازم التو نمبرز يكون لهم نفس الساين، لانه اذا كان لهم ديفرنت ساينز معناته برضو اجين الفاليو راح تقل، اما وذ ذا سيم ساين الفاليو مايت جيت لارجر وذر اون ذا بوزيتيف سايد او النيجاتيف سايد. يعني if you are adding two positive numbers the value ممكن تكبر، or if you are adding two negative numbers برضو the value ممكن تكبر، the value ك value مش، فبالتالي بهاي الحالتين ممكن يصير في عندي overflow. أما بحال أما subtraction فsubtraction بتطلب إنه يكون الأرقام لهم different signs، لأنه لما يكون الأرقام لهم different signs في subtraction وبعدين أنت تحولهم لaddition ولا برجع زي كأنه لهم زي كأنك you are adding the same sign. يعني ولا مثلاً أي هون A ناقص B، إذا كان different sign يعني إذا A كانت positive وB كانت negative هاي بتصير positive minus negative، يعني بتصير زي كنا positive plus positive، وبالتالي زي كنا عم بجمع two positive number وممكن يصير في overflow. ونفس الإشي إذا كانت A negative وB positive وعم بسوي subtraction هاي بتصير زي كنها negative plus negative، فأجين زي كني عم بجمع two negative numbers وبالتالي احتمال يصير في عندي overflow. والسلايد اللي بعدي ورجينا كل الاحتمالات وطلع معانا هاي المعادلة أنه overflow لل V أو OV والأكثر استخداما هو OV يعني overflow. إيش إمتى overflow بيكون واحد، امتى في عندي overflow؟ بتفرج على الكاري الاخيره الاند كاري والكاري قبل الاخيره اللي هي السي ان ماينس 1، بعمل لهم XOR operation. يعني اذا كانوا مختلفين بيكون في عندي overflow، اما اذا كانوا زي بعض ما بيصيرش في عندي overflow. فهذا الديزاين اللي هون بيوضح لي كيف بحسب الاوفرفلو في حالة الساين نمبر لما ناخد الCN والCN minus 1 بعمل لهم XOR، وهاي بتكون الاوفرفلو. وعشان نكون دقيقين هاي الاوفرفلو لازم تكتب تحتيها هيك مثلا، او تكون هون كاتب قبليها this is signed overflow، يعني هاي تبعت الساين نمبرز لما يكون عم بتعامل مع ساين نمبرز. yes this is the signed overflow. okay this is signed overflow. أما الكاري لحالها زي هيك هذه الـ unsigned overflow، لما كنا أتعامل مع unsigned numbers فالكاري لحالها بتعطيني indication if there is an overflow أو لا. طبعاً لازم أتأكد أني عم بكون عم بسوي عملية addition مش عملية subtraction، لأنه بالـ unsigned ما بصير في عندي overflow في حالة الـ subtraction. أوكي فهذا شرحنا بالنسبة لل، وهي هنا صراحة مجموعة من الإكزامبلز، هدول إحنا ما غطيناهم بالمحاضرة الماضية، مجموعة بالإكزامبلز ل 8-bit signed numbers، معطيك أربع احتمالات for 8-bit signed numbers، هم نفس الأرقام بس كنا we changed the sign bit أو السين تبعتهم، وبنورجيك كيف أنك لما تجمع هدول ال 8-bits كيف إمتى لما يصير في overflow، أنه فعلا دائما في الحالات اللي بصير فيها overflow بيكون C of N وسوري بتكون ال C of N وال C of N minus 1، يعني في هاي الحالة بيكون دائما ال XOR تبعهم 1، بيكونوا يعني مختلفين عن بعض. ال CN وال C of N minus 1 بيكونوا always مختلفين عن بعض لما يصير في overflow. شوفوا أنا مثلا هاي plus 70 plus 80 مجموعين مع بعض، هلا المفروض الجواب يطلع 150. اوكي هلا هدول اذا بتجمعهم البيتس عادي ورا بعض جمع عادي 0 1 1 عادي 0، طلع شو طلع معك بالجواب، طلع الاشاره بالجواب ايش طلعت الساين بت تبعت الجواب نيجاتيف، معناك انت ايش جمعت هون تو بوزيتيف نمبرز. هاي طريقه ثانيه انك تعرف هل في overflow او لا، انت جمعت تو بوزيتيف نمبرز وطلع معك الجواب نيجاتيف، فذس انديكيتس انه انت في صار عندك overflow. طيب ليش صار في overflow باستخدام 8 bit؟ ارجع لما حكينا عن الـ signed two's complement format using 8 bits، قديش اكبر رقم positive انت بتقدر تمثله؟ اكبر رقم positive هو plus 2
2 to the power 2 to the power sorry n minus 1 minus 1 هذا اكبر رقم positive 2 to the power n minus 1 وبرضه minus 1 كمان تطرح منه هذا الرقم 1 اوكي طب اذا انا عندي 8 bit 2 to the power 7 اللي هي 128 ناقص 1 يعني اكبر رقم positive بقدر امثله هو plus هو plus 126 This is the maximum positive number that I can represent. طب هنا الجواب قديش طلع؟ Plus 150. ففي أعلى من الرقم اللي بقدر أمثله. وللتأكيد برضو لما جمعنا هنا 1 plus 1 وطلع الجواب 0. شو الكاري اللي بتكون جاية هون كإنبوت كاري؟ الإنبوت كاري بتكون 0 صح؟ 0 زائد 0 زائد 0. لا سوري. الإنبوت كاري بتكون 1. 1 plus 1 هي 0 وبالكاري 1. بعدين 1 plus 0 plus 0 الانسر is 1 والكاري is 0 فلاحظ اخر 2 كاري ايش هم 1 و 0 لما تعمل لهم XOR gate ايش بطلع بطلع 1 بالتالي في عندي overflow هون واضحة الفكرة في اي سؤال على هذا المثال طيب لو مثلا اجيت انا بدي اورجيك شغلة تانية لو أجيت مثلاً المثال اللي جنبه هون 70 صارت نيجاتيف فهون أنا كيف مثلت الـ 70 أخذت هذا الرقم اللي هو plus 70 وعملت له 2's complement عشان يصير minus 70 فهي عملت البت الأولى 0 ضلت مثل ما هي البت الواحد الأولى ضلت مثل ما هي وبعدين كل اللي بعديهم انعكسوا هي 2's complement وبرضو الـ minus 80 نفس الإشي حسبت لها 2's complement هلأ أنا جمعت 2 negative numbers minus 70 و minus 80 المفروض يطلع الجواب minus 150 بس برضو again إذا بنرجع للرول باستخدام 8 bit أكبر رقم negative بقدر أمثله في 2's complement هو minus إذا بترجع للقانون 2 to the power n minus 1 بس بدون سالب 1 يعني minus 2 to the power 7 اللي هي شايف هي الرينج محطوط هون minus 128 طب معناته minus 150 ما رح أقدر أمثلها وللتأكيد هاي لما تيجي تجمع هدول أرقام جمع عادي 0 plus 0 1 plus 0 وهكذا لما تيجي هون عند هدول اجمع هون 1 plus 0 1 1 plus 1 0 وبالكاري 1 اوكي 1 plus 1 plus 1 1 and بالكاري 1 لهذا سوري هون في بالكاري عندي 1 1 plus 0 plus 0 1 وبالكاري 0 0 plus 1 plus 1 0 وبالكاري 1 هاي الكاري الأخيرة فالكاري الأخيرة 1 والكاري قبل الأخيرة 0 وهذا معناته أنه الجواب فيه overflow by the way إذا بتاخد وبرضو مرة تانية كيف indication أنه في عندي غلط أنا جمعت 2 negative numbers وطلع إيش الجواب طلع الجواب positive ما تتفرج على الكاري تفرج بدون الكاري شو الجواب طلع هون الجواب طلع positive وهذا برضو indication أنه there is an overflow okay. بس احنا خلص بالهاردوير ما بعد يتفرج بوزيتيف وبوزيتيف ونيجاتيف خلص بياخد سي ان وسي ان ماينس 1 بيعملهم اكس اور اذا مختلفين بيعرف انه في اوفر فلو يعني انه الجواب هذا اللي هون از نوت رايت ما بيصيرش اخذه لانه اتس رونج انسر اي سؤال على هذا الاشي سو فار احمد نبيل او مش عارف اذا نبيل او نبيل يبدو او نبيله والله ماني متاكد وجيها. إذا في حدا عنده أي سؤال؟ طيب. تمام. يعطيكم العافية. طيب. بالنسبة لما ما يكون في ناخد حالات فيش فيها overflow زي مثلاً plus 70 و نبال عفواً والله حقك تمام حقك. ماشي حقك علي يبقى ماشي طيب بالنسبة للأرقام plus 70 و minus 80 هلا لو شوف هنا العملية لاحظ subtraction مش addition برضو هل انت مثلا زي ما قلنا قبل شوي هلا هدول two numbers قلنا subtraction عشان يصير في overflow الأرقام مفروض إشاراتها مختلفة فهيطلع عندي هون 70 plus 70 و minus 80 الإشارات مختلفة وعم بعمل subtraction احتمال يصير في overflow كيف بتأكد؟ مرة تعمل زي ما تعلمنا ال70 هي ال8 بتتبعونها ال minus 80
الماينس 80. هلا عشان العمليه الماينس 80 وين وين وينها كباينري ريبرزنتيشن، هي الماينس 80 صح، هذه ماينس 80. طيب هلا انا ما انا بدي اطرح 70 من ماينس 80، مش احنا قلنا الطرح دائما بالهاردوير تبعنا بتحول لايش؟ الطرح بتحول لجمع، وشو بسوي ب ب اللي هي اللي هي هلا ماينس 80؟ بعمل لها توس كومبلمنت. لما اعمل لها توس كومبلمنت زي كني دخلت لها السالب لها جوا، فهي بتصير بدل بتصير سالب سالب 80 اللي هي بتصير زي كنا زائد 80. فايش اللي محطوط هون؟ اللي محطوط هون بلس 80 وليس ماينس 80، لاني انا اصلا دخلت السالب لجوا وحولت هاي العمليه لجمع. فصرت زي كنك ايش عم بتسوي؟ زي كنك عم تجمع 70 زائد 80، وبرضه مره ثانيه هون ايش راح يصير؟ الجواب المفروض يطلع 150، وبرضه راح يصير عندي اوفر فلو، لانه 1 بلس 1 هون طلعت 0 وبالكاري 1، 1 بلس 0 بلس 0 طلعت 1 وبالكاري 0، فاخر 2 كاري مختلفين في عندي اوفر فلو وواضح، وهذا الشيء صحيح. نفس الشيء هون، هي ماينس 70، ماينس 70 اخذتها مثل ما هي، هي ماينس 70 الموست سيجنيفيكانت بت 1، هي زي اللي فوق هون. طيب بدي اطرحها من بدي اطرح منها بلس 80، فبدخل الماينس عند ال 80 بتصير ماينس 80، وهي بتصير العمليه زائد الماينس 80 هي الريبرزنتيشن تبعها، فاخذت الريبرزنتيشن تبع الماينس 80 هون اوكي، وبجمع التو نمبرز، عم بجمع تو، صرت زي كني عم بجمع تو نيجاتيف نمبرز اللي هم ماينس 70 وماينس 80، فراح يصير في عندي اوفر فلو هون نفس الحاله اللي صارت فوق. واضحة الفكرة شباب؟ في أي سؤال؟ هذا بس للتأكيد أنه فعلاً هدول بس examples بوضحوا فعلاً أنه إذا أنت أخذت دائماً، إذا عندك sign numbers سواء كنت عم تعمل addition أو subtraction، أخذت C بس ما هي subtraction، وإحنا قلنا دائماً بتصير تتحول لaddition، لأنه A minus B بتصير عبارة عن A، A minus B بتصير عبارة عن A زائد صح التوز complement تبع ال B اللي هي B bar زائد 1، لي احنا بنحطها توز كومبلمنت اوف بي، هيك السبتراكشن كان يصير. في كل الحالات هدول اذا اخذت سي ان مع سي ان ماينس 1 وعملت لهم اكس اور جيت بيكون عندك الاوفر فلو. تمام، هذا للساين نمبرز. في اي سؤال قبل ما نروح على الموضوع اللي بعديه؟ في اي سؤال هون بالنسبه لل دكتور؟ بس ممكن تحط مثال على الانساين نمبر اوفر فلو انساين؟ يا شور، رح أعمل هون عشان هون السلايد هذا فاضي. هلا إذا أنا كنت عم بجمع أرقام، قلنا الأنسايند جمع بيصير بس بحالة الجمع بس، فإذا كنت مثلا عم بجمع 8 bit numbers زي هيك مثلا، أوكي خليني هذا رقم زي هيك this is an 8 bit number، ورقم تاني مثلا برضو زي هيك، these two are 8 bit numbers كجمع، هدول لما اجمعهم هي 0 0 بالكاري 1 1 1 1 1 0 0 واخر كاري طلعت عندي هون 1. اوكي هلا شوف، لاحظ انت هذا الرقم، اذا الرقم اللي فوق اذا بتتفرج على قيمته مثلا، هذا الرقم قديش قيمته؟ خلينا كويت نشوف، هذا هاي الديجيت الويت تبعها 8، هاي الديجيت الويت تبعها سوري 2، هاي 8 هاي 32، هاي اللي هون هي 32، الواحد اللي هون هذا 32، هذا 32 مش ضابط معك، هي 32، وهذا اللي هون 100 و128 الويت تبعها. فاذا بتفرج على الرقم اللي فوق كقيمه، هذا 2 زائد 8 10، 10 و32 يعني 42، 42 و128 بيطلع 170 هذا الرقم اوكي اللي فوق. والرقم اللي تحت نفس الشيء، اجمع له الويت، هذا 2 هذا الويت تبعه 16 اوكي، فهي 18 زائد هذا اللي تحت اللي هو هذه اخر وحده هون 128 برضه، ف 130 16 146. فمفروض قديش يكون الجواب مجموع الاثنين؟ المفروض الجواب يكون 6 1 3 316. هل انت بتقدر تمثل 316 باستخدام 8 بيتس اللي موجودين هون؟ الجواب هلا بالانسايند نمبر، ايش الرينج تبعنا بالانسايند نمبر؟ الانسايند نمبر الرينج تبعك ببلش من 0، اصغر رقم هو 0 لانه انسايند نمبر، لا ايش الرينج؟ ل 2 تو ذا باور 2 تو ذا باور، لاحظ ان سوري 2 to the power n minus 1، بدون ال n ما بيكون لها، يعني ال minus 1 لهون
قديش ال n هون عددهم البيتس 8 2 to the power n يعني 256 minus 1 اللي هي 255 يعني أنا معي من 0 ل 255 طب قديش طلع الجواب معي 316 في يعني overflow كيف عرفت أنه في overflow بس من الكاري بمجرد ما طلع كاري معناته you need extra لو شملت البيتس بالجواب طلع بدون ما تشمل البيت بالجواب قديش بطلع هذا الجواب هدول ال 2 bits هذه تنين هذه الويت تبعها سوري 4 وهذه الويت تبعها 8 هذه 16 وهذه هون 32 يعني بيطلع الويت تبعك 12 التوتال ويت 12 16 28 28 32 اللي هو 60 بس اذا جمعت له هاي البت مزبوط 60 انا حكيت لا في شيء غلط شوي هو هون 4 8 12 28 لا مظبوط 60 لو هاي الويت هاي البت لو كانت موجوده بالجواب قديش بيكون الويت تبعها هاي البت هاي البت بالويت تبعها 256 لانه هاي بتيجي بعد 128 بس هي مش من ضمن الجواب هاي الكري اجمع 256 زائد ال 60 اللي كانوا هون بيطلع معك 316 بس بدون الكري الجواب غلط فمعناته في عندي اوفر فلو هيك تمام وضحت الفكره تمام بس وقلنا في حالة السبتراكشن لا ما بيصيرش لأنه تخيل لو أنه هاي سبتراكشن 170 ناقص 146 دائما القيمة بتصير أقل يعني دائما راح تكون ضمن الرينج تبعي اللي هو من صفر لغاية 255 ما عمرها راح تكون برا الرينج ما عمرها راح تطلع برا الرينج تمام في أي أسئلة تانية في أحد عنده أي سؤال تاني بحب أوضح له أي شيء تاني تحبوا يعني نعمل سبتراكشن ولا واضحة الأمور إذا زي ما بتحبوا يعني صراحة إذا بدكم أعمل سبتراكشن ولو واحد عادي يحكي لي بسوي سبتراكشن برضو لهدول التو نمبرز تمام طيب ماشي هلا بصراحة بدنا شو يعني بدنا نورجي عمليات تانية اللي هي كيف ممكن أعمل إشي اسمه عملية الإنكريمنتيشن ديكريمنتيشن عملية المالتيبليكيشن باي كونستانت وعملية الديفيجن ضرب قسمة increment وdecrement معناته أنك تزيد رقم بمقدار ثابت عادة بيكون واحد وبرضو decrement معناته أنك تنقص الرقم بمقدار ثابت عادة بيكون 1 هلا بصراحة إحنا هاي الشغلات مختصرينها من الكتاب يعني مش جايبين كل إشي زي ما هو مشروح بالكتاب عشان نغطي يعني نلحق نغطي المادة كاملة فالفكرة بالincrementer والdecrementer يعني أنك أنت مرات بيكون عندك في عندك بس 1 variable مثلا زي A وبدل ما يكون عندك variable تاني اللي هو بي الرقم التاني بيكون ثابت constant يعني دائما بدك تجمع على A أو تطرح من A إما جمع أو طرح يعني تعمل increment أو decrement بس رقم ثابت وممكن يكون usual هذا الرقم بيكون واحد ليش هذا اللوجيك ليش ممكن أحتاج لهذا اللوجيك إذا بتشوفوا الكودز اللي بتكتبوها بالهاي ليفل لانجويج انتوا كلكم يمكن at this point اخذتوا ماده السي بروجرامينج او السي بلس بلس فبالسي بروجرامينج او بتعرفوا شو يعني بروجرامينج في شيء بسموه لوبس زي الفور لوبس والفور لوبس دائما في لها كونديشن شرط مثلا زي الكاونتر تبعها بيكون هيك ان بلس بلس او اي بلس بلس حسب ايش اسم الكاونتر او مرات بيكون طبعا ان ماينس ماينس اذا الكاونتر كاد بيكون عم بنزل فهون انت عندك دائما الكاونتر ايش بضلك تسوي لو بتجمع له واحد او بتطرح منه واحد فمرات احنا بدنا الهاردوير يكون يسوي لي هاي العمليه يجمع 1 او يطرح 1 فبامكاني نفس اللوجيك اللي احنا استخدمناه قبل هيك نفس اللوجيك اللي هو الادر سبتراكتر تبعنا على فرض انه A هي 4 بت فاليو يعني من A0 من A0 اللي significant لغاية A3 هي most significant مثلا إذا if this is the case بقدر صراحة أخلي الفاريبل الثاني اللي هو بهذا الواحد اللي هو ديسيمال أحوله برضه لأربعة بت يصير عبارة عن 001 فبهذه الحالة كيف بقدر أسوي هذا الإشي نفس اللوجيك اللي سويناه نفس اللوجيك بخلي A متغيرة B بثبتها بشيل B هون وبحط بدالها value ثابتة بشبكهم إما على 0 أو يعني حسب إيش بدك إحنا هنا بدنا 1 فباجي بحط 1 عند B 0 والباقيين 0 فهي صارت B ثابتة على 0 وبتصير أنت من خلال الـ S تستخدم
إذا بدك تعمل increment بتحط S، بس بتحط S يساوي صفر لأنه zero معناتها add اجمع A زائد واحد. إذا بدك تعمل decrement بتحط S تساوي one لأنه وقتها راح يسوي A ناقص B وإنت حاطط B واحد فهو راح يسوي A ناقص ناقص one ويعطيك الجواب هون. هلأ زي ما قلنا إحنا هون صراحة لما أنت تثبت هاي القيم، لما تثبت واحد وزيرو وهيك، اللوجيك اللي جوا الفول آدر ممكن يتبسط، ممكن يصير أبسط صراحة. بس إحنا هون ما عم نحكي عن هذا الشيء، هذا إشي اسمه design by contraction مغطى بالكتاب، بس إحنا we will not cover it يعني في الماتيريال هون، إنه ممكن اللوجيك يتبسط اللي جوا الفول آدر. ليش ممكن يتبسط؟ لأنه بي صارت ثابت، ممكن تكون بي صارت عبارة عن 1 وبالتالي ممكن يصير هذا اللوجيك أبسط عندك. فالديزاين هذا لما بي تكون ثابتة، هذا ممكن هذا بدل 4 bit adder subtractor بيصير اسمه لما تكون البي ثابتة 4 bit، 4 bit ايش بيصير اسمه 4 bit incrementer decrementer، يعني هذا بيزيد واحد او بنقص واحد. اوكي incrementer decrementer، واضحة الفكرة؟ increment decrement 4 bit increment decrement. في أي سؤال على هذا اللوجيك؟ هلا إحنا صراحة عادة نشرح مثال أعقد من هيك، اللي هو كيف تستخدم هذا الفول آدر، الآدر سبتراكتر، عشان تعمل كومباراتور، عشان تقدر تقارن between two numbers A و B وتعرف مين الأكبر ومين الأصغر. وطبعاً هذا الكومباراتور بيختلف شوي في الديزاين تبعه بشكل بسيط، إذا كانوا الأرقام اللي عم نقارنهم signed ولا unsigned، هل هم unsigned numbers ولا signed numbers. فبصراحة اتفقت أنا مع الدكتور محمد ومع الدكتور فهد إنه إحنا بالوقت الحالي، إحنا عادة بنشرحه بالوقت الحالي، to skip موضوع الكومباراتور ما نشرحه، نكمل شرح بشابتر 4 ونبدأ بشابتر 5، وإذا في كان وقت زيادة ممكن نرجع ونعطيكم الإكزامبل تبع الكومباراتور بنهاية المادة. بس هلأ مبدئيا بس أنا ورجيتك one example، هلأ كان رح يكون في كمان example على استخدام الادر، الادر subtractor في عملية، أو الادر لحاله في عملية multiplication by a constant، بس one example أنك تستخدم الادر subtractor في عملية incrementation والdecrementation زي ما هو زي ما وضحنا هون. أي سؤال على هاي النقطة؟ في حد عنده أي سؤال في شيء مش واضح على الشرح هون؟ أوكي. طيب نيجي على موضوع الملتيبليكيشن، عملية الضرب باينري ملتيبليكيشن. هلا كيف إيش كيف بيصير الملتيبليكيشن في على الباينري سيستم، يعني R equals to؟ أول إشي إحنا بالباينري سيستم الأرقام تبعونا أو الديجيت تبعتنا، الديجيتس الخانات بتكون either 0 or 1. فإذا أنت عم تضرب ديجيت بديجيت وكانوا هدول التو ديجيتس 0، هذه الستار هذه معناتها زي الملتيبلاي، بس عشان ما نلخبط بينها وبين الدونت كير اللي هي الاكس حاطينها احنا على شكل ستار. هاي بس هي هاي ذس انديكيتس ملتيبليكيشن، 0 ملتيبلاي باي 0 الجواب دائما 0 صح. هلا هذا اللي هون فاصل 1 ملتيبلاي باي 0 الجواب از 0، 0 ملتيبلاي باي 1 برضه الجواب از 0، 1 ملتيبلاي باي 1 الجواب بيكون 1. هذا بالباينري بالنسبة للباينري ملتيبليكيشن. فإذا أنت عم تضرب two numbers، مش يعني تخيل أنه عندك two numbers، واحد 4 bit number اللي هو هاد. وباي ذا واي إحنا لما نشرح عن الملتيبليكيشن في هذا الكورس صراحة عم بس منغطي لك بس منغطي unsigned ملتيبليكيشن، يعني إحنا هنا عم نفترض أنه الأرقام are unsigned numbers. okay هدول هم عم نفترض انه numbers are unsigned، ما راح نحكي اي شيء عن signed multiplication. okay only unsigned multiplication. طيب فمثلا عندي هذا الرقم 4 bit وهذا الرقم اللي تحتيه اللي هو 3 bit. انت عاده كيف متعود تعمل multiplication لما يكون عندك decimal system؟ خليني احول على البورد يمكن يكون اسرع. لاحظ هنا مثلا انت مثلا عندك كيف بالديسيمال سيستم عاده تضرب مثلا 19 وضربها مثلا ب 23، تاخذ الرقم اللي تحت هذا اللي هون بسموه المالتي بلاير،
اوكي، واللي فوق اللي بدك تضرب فيه بسموه المالتيبليكانت كاسم، والجواب اللي تحت هون بسموه البرودكت حاصل الضرب. اوكي، مالتيبلاير ومالتيبليكانت وبرودكت. احنا بناخذ كل ديجيت خانه من المالتيبلاير وبنضربها بالمالتيبليكانت كامل، 3 ضرب 9 مثلا، بنيجي نحكي 7 و2 باليد اللي هي 27، 3 مالتيبلايد باي 1 3 وال2 بتصير 5 صح؟ 57. بعدين باجي بعمل شيفت، بحط هون زيرو وبضرب الخانه الثانيه من المالتيبلاير اللي هي 2 برضه في المالتيبليكانت كامل، 2 مالتيبلايد باي 19 الجواب 38 صح. وبعدين ايش بسوي؟ هدول اللي هون هدول بسموهم partial products، partial يعني هدول كل واحدة منهم هي مش البرودكت كامل، هاي البارشال برودكت الجزئي. كيف بحصل الفاينل برودكت؟ بجمع البارشال برودكتس مع بعضهم، ف7 زائد 0 7، 5 زائد 3 13، وبيد 1 هي هون 437. لاحظ انه هون مع انه انت كان عندك هون 2 ديجيتس، هون كان في 2 ديجيتس وهون برضه 2 ديجيتس، قديش الجواب طلع؟ 3 ديجيتس. هلا بأسوأ الحالات لما تضرب 2 ديجيتس مع 2 ديجيتس بدك السايز تبع البرودكت يكون المجموع تبع السايز تبعهم 2 بلس 2 بيطلع 4، اللي هو مثلا لما تضرب اكبر رقم 99 مع 99 على الاغلب راح تحتاج لأربعة بت في الجواب. طب كيف هذا الشيء بينطبق لما نكون نحكي عن الباينري نمبرز؟ الاكزامبل اللي موجود على السلايد هو كالاتي، مثلا عندي انا 4 بتس، واحد من الارقام 4 بتس اللي هو زي هيك 1011، والرقم الثاني اللي هو 011، بتعملهم مالتيبليكيشن طب. اوكي، لا اجين مره ثانيه، اللي فوق بنسميه المالتيبليكانت كنيمز بس عشان مالتيبليكانت، واللي تحت اللي هو المالتيبلاير. ايش سوينا قبل شوي؟ اخذنا كل ديجيت من المالتيبلاير وضربناها بالمالتيبليكانت، فهي تاخذ الديجيت الاولى اللي هي 1، 1 ضرب المالتيبليكانت يعني 1 ضرب 1 1، 1 ضرب 1 1، 1 ضرب 0 0، و1 ضرب 1 1. او اصلا بتحكي 1 ضرب هذا المالتيبليكانت بده ينزل زي ما هو لانه ضربته ب1. طب بعدين باجي على الخانه اللي بعديها اللي هي 0، بس اول شيء بعمل شيفت هاي 0، وبعدين بحكي 0 ضرب المالتيبليكانت الجواب 0، فبيطلع عندي 4 بتس كلياتهم 0، دول partial products. بعدين آخر إشي بعمل shift two positions وباجي بحكي one ضرب المالتيبليكانت بطلع نفسه هاي 1101. وإيش بسوي آخر إشي بهدول؟ هدول بنجمعهم جمع عادي، بتصير هذه 1 1 1 هاي 0 وبالكاري 1 هاي 1 هذه كاري اللي هون وهي هون 1. okay. لاحظ قديش هون 4 بت 3 بت، قديش طلع معي الجواب هون 6 بتس، بس هو بأسوأ الحالات ممكن يطلع 7 بتس، فهون زي كأنه الكاري الأخيرة اللي هي صفر هاي بارت من الجواب، هذه 7 بتس الجواب بس ما بيأثر. تأكد هل فعلا هذا الجواب صح ولا غلط. كأنسايند نمبر هاي القيمة بالديسيمال هي 11 بالديسيمال، وهاي القيمة بالديسيمال هي 5. هل الجواب 55؟ تأكد هدول الثلاثة شو الويتس تبعتهم؟ 1 2 و4 16 و32. اوكي، 16 زائد 32 48 زائد 7 الجواب 55 اللي هو حاصل ضرب 5 by 11، وهذا الشيء الصحيح. اوكي، هذا بالنسبه لعمليه المالتيبليكيشن. هلا احنا صراحه ما راح نشرح لك بالضبط كيف والله بتصير هاي العمليه، راح نشرح شيء ابسط من هيك بكثير، اللي هو راح نشرح تو كيسز. واحده منهم اللي هي لما تيجي تعمل مالتيبليكيشن، خليني اغير الشير. لما اجي اعمل مالتيبليكيشن، هلا طبعا رح نيجي للديفيجن، هلا برجع لها، برجع هلا لسلايد 42، بس خلينا اورجيك هون المالتيبليكيشن. لما تعمل مالتيبليكيشن ضرب برقم يكون 2 تو ذا باور ان، كيف ممكن تطلع الجواب؟ الجواب بسهوله، اذا ضربت انت برقم 2 تو ذا باور ان الجواب بيكون انك تعمل تحرك الرقم، تعمل له شيفت. شيفت يعني ازاحه لاي اتجاه، لاتجاه اليسار، بمقدار قديش ازيحه للرقم؟ بمقدار n، يعني اضيف له n digits. هلا بورجيك كيف هذا الشيء. طبعا ايش يعني تضيف n؟ ايش يعني ايش ال n اللي راح تضيفه؟ راح تضيف n zeros على الليفت، راح تضيف n zeros على هون. هاي صراحه خطا، انت بتعمل الرقم shift left، فانت you add n zeros، هذه typo، you add n zeros on the، هاي خطا هون، on the right،
بأنك عم تعمل shift left أنت you add n zeros على اليمين. Okay. هذه typo هون. You add n zeros على right side من الرقم. هلا بورجيك كيف. Okay. طيب خلينا نرجع على مرة تانية على البورد وأورجيك إياها كيف. مثلا هون. لو غيرت الاكزامبل تبعتي خليت هذا الرقم بدل 5 هي 4 هيك 1 0 0 وهي اللي هون صار 4 مش مفروض يطلع الجواب عندي 44 شو الشيء اللي راح يتغير الاول ديجيت لما ضربت الرقم اول ديجيت هذا لازم احط 0 ضرب الرقم بيطلع 4 0 هون صح هلا اجمع الارقام ايش بيطلع بهذا الكون بتغير الجواب خلينا نغير الجمع اجمع هون بصير 0 0 1 1 0 1 صح ولا لا زي هيك هذا الرقم هل هو فعلا 44 اي هذا الويت تبعه 4 هذا الويت 8 وهذا الويت 32 12 زائد 32 44 اللي هو الجواب اللي انا بدي اياه اذا بتتفرج على الجواب وبتقارنه اول شيء وبتقارنه بهذا بالمالتيبليكانت ايش بتلاقيه بتلاقيه انه نفس المالتيبليكانت بس محطوط له 2 zeros على اليمين on the right صح على اليمين على يمين الرقم حطينا 2 zeros هذا هاي هي الرول اللي بنحكي عنها انا عندي رقم اللي هو المالتيبليكانت ضربته بأربعة أربعة اللي هي ايش بقدر امثلها 2 to the power ايش 2 to the power 2 صح هيك الأربعة فبتاخذ القوه اللي هي 2 هون وحسب القوه هون بتضيف zeros بنفس القوه اللي موجوده هون فاذا حطيت هون 0 0 بيطلع الجواب عندك صح بيطلع الجواب صحيح طب لو كان مثلا تخيل لو كان الرقم بدل لو انك بدك تضرب بدل 4 لو انك بدك تضرب 8 اللي هي 1 0 0 كان هذا راح يصير 2 to the power 3 وبدون ما تسوي عمليه المالتيبليكيشن بس كل اللي عليك تسويه انك تاخذ المالتيبليكانت مثل ما هو بس بدل ما تحط 2 zeros بدك تحط 3 zeros هالمره على الجواب اوكي وفعلا برضو هاي المرة بيطلع الجواب هو فعلا 88 هاي هون مثلا هادي 8 هاي 16 وهي هون 64 plus 16 اللي هي 80 plus 8 اللي هي 88 اللي هو حاصل ضرب 11 multiplied by 8 وضحت الفكرة كيف when you multiply by 2 to the power n طبعا للunsigned numbers هذا حكي بإمكانك تطلع الجواب بس هاي الشيء اللي سويناه بسموه shift ايش يعني shift انت الرقم اللي هو هذا 1 0 1 1 اللي هو الرقم الاصلي حركته هيك زحته باتجاه عملنا احنا shift into which direction باتجاه اليسار shift left حركناه لليسار كيف حركناه لليسار ضفنا له دخلنا عليه أكم من زيرو دخلنا عليه من هون ثلاثة زيروز حسب القوة اللي هون لما دخلوا الثلاثة زيروز دفشوا هدول البيتس to the left وصار الرقم 00011001 فعشان هيك طلع كيف الرسمة ممثلة على السلايد لاحظ كيف الرسمة ممثلة على السلايد عملية الملتيبليكيشن لو بدك تضرب بأربعة هذا هون عم بضرب بأربعة بدي أعمل shift left by 2 طلع شو عمل هي الرقم اللي أنا بدي أضربه اللي هو رقم بغض النظر قديش قيمته هون محطوط يعني variable من B0 ل B3 على فرض أن الرقم هو 4 بت فشو عملنا؟ عشان يبدأ أضربه بأربعة هذا أربعة بت والأربعة أكم من بت لإلها 3 بت يعني قديش الجواب تبعي قلنا لازم يكون 4 زائد 3 الجواب 7 بت إذا بدأ أسمي هدول السبعة بت من C بدأ أسميهم حرف C 7 بت راح أبلش من C0 اللي significant ايش راح تكون الموست significant عشانه 7 بيتس c of 6 صح تمام اللي هي c of 6 تمام البيت رقم 6 طب هدول كيف بيكون الجواب عشان يبدا اضرب بأربعة اشوف عند c0 هي مثبتها على 0 وعند c1 مثبتها على 0 برضه عشانهم 2 to the power 2 وبعدين من عند c2 بصير اخذ طلع عامل شيفت للفاليو تبعت بها شايف الازاحه طلع كيف ال b0 صار لها شيفت والبي 1 صار لها شيفت وهكذا اوكي طبعا هون هو واصل لعند سي 5 لانه سي 6 هون بهاي الحاله بتكون سي 6 بتكون 0 ما يعني عم بضرب باربعه اوكي وضحت هاي الرسمه ايش معناها واضحه هاي هذه this indicates you are shifting b 2 bits بمقدار 2 bits to the left باتجاه اليسار تمام في اي سؤال هون على هاي النقطه
أي سؤال، تمام. طيب لو أجينا بدي لو أجيت صراحة بدي أحكي لك عن لو أجينا بدنا نحكي عن لو أجينا بدنا نحكي عن الديفيجن، فخليني أرجع للسلايد تبع الديفيجن اللي هو القسمة. طلع بالقسمة وبرضه خليني أورجيك إياها على البورد، أسهل من هون عشان ما أطول بالشرح، على البورد أسهل. ان جنرال عمليه القسمه تبعت الباينري برضه هي نفس عمليه القسمه تبعت الساين نمبرز، بس احنا برضه ما راح نورجيك كيف الهاردوير تبعها، بس بنورجيك كيف القسمه بتصير. بعدين راح ناخذ الكيس تبعت ديفيجن باي 2 تو ذا باور ان. بس مثلا انت بتعرف مثلا القسمه الطويله للديسيمال سيستمز، مثلا والله عندك 803 بدك مثلا تقسم على 43، مثلا تيجي تحكي هل 8 بتقسم على 43؟ لا، بتحط صفر. بعدين تاخذ ال 8 والزيرو، هل 8 بتقسم على 43؟ يس. قديش؟ واحد بس. فبيجي تحط هون 43 وبتطرح هدول من بعض، تعمل سبتراكشن 80 ناقص 43، صح؟ بيطلع الجواب مثلا 37. هل 37 بتنزل لها الثلاثه هون؟ 373. كم من 43 مثلا فيها؟ فرضا مثلا 9 27، لا مش 9، 8. يعني هون الجواب 8. 8 ضرب 3 هي 2 وباليد 3 32، 8 ضرب 4 اللي هي 24 و3 هي 27، لا 8 ضرب 4 سوري 32 و3 اللي هي 35، زي هيك. اوكي، فبيطلع عندي الجواب، بيطلع عندي هون، بضل بطرح برضه هون اجين، هي 1 وهي 2 و0، خلص ما بقدرش اسوي اكثر من هيك. فزي لما تقسم 803 على 43 الجواب 18، لانه هذا صفر ما لهوش قيمه، والباقي باقي القسمه هو 21. عشان هيك هذا باقي القسمه اصلا ايش بسموه؟ بسموه ريميندر الباقي، وجواب القسمه بسموه كوشنت. كوشنت يعني جواب القسمه. الرقم اللي عم تقسمه اللي هو 83 هذا بسموه ديفيدند، ديفيدند، واللي عم تقسم عليه بسموه ديفايزر. اوكي، طيب هلا بالباينري سيستم، لو انا بدي اعمل باينري سيستم، الاكزامبل اللي موجود على السلايد في الباينري سيستم زي هيك. مثلا عندي بالباينري سيستم عندي زي هيك، مثلا عندي رقم، هذا الرقم اللي هو متكون من 7 بيتس، بدي اقسمه على هذا الرقم اللي هو 4 بت اللي هو 8، هي ديفيدند هي ديفايزر. باجي بحكي باخذ البت الاولى 1، هل 1 بتقسم على هذا الرقم اللي هو لما يكون 4 بت زي كانه 8، صح؟ 1 هل بتقسم على 8؟ لا، فبحط صفر. طيب باخذ الصفر اللي جنبها، 1 وجنبها صفر، ايش يعني هذه القيمه بالديسيمال؟ 2. 2 بتقسم على 8؟ برضه لا. باخذ الصفر الثالث بتصير 1 0 0 اللي هي 4، 4 بتقسم على 8؟ برضه لا. طب باخذ البت الرابعه بتصير 1 0 0 1 اللي هي 9، 9 بتقسم على 8؟ يس، الجواب 1. بضرب 1 ضرب 8 فبطلع هون 8، وبطرح 8 من 9 بطلع ايش الجواب؟ بطلع 1 بس. بنزل اول 0 هون، هذا ال 0 اللي هون بيجي، هل 2 بتقسم على 8؟ لسه لا. هل 1 بقسم على بنزل 1 هيك بصير ايش؟ 5. هل 5 بتقسم على 8؟ برضه لا. بنزل الزيرو الاخير ايش بصير هلا؟ 1 0 1 0 اللي هي 10. هل 10 بتقسم على 8؟ يس 1. هي بحط هون 8 وبطرح مره ثانيه، بعمل سبتراكشن بضل 1 0. هلا انت هون هي الكوشنت وهي باقي القسمه، يعني الكوشنت هو 9 انه 1 0 0 1 هي 9 وباقي القسمه هو 2. طب هم اصلا هذول الارقام قديش بالديسيمال اللي انا قسمتهم؟ هذا الرقم هو الويتس تبعونه هو 2 و8 و64، يعني اللي هو قديش هذا؟ يعني زي كانه 47 كديسيمال، وهذا اللي هون 8. يعني انت زي كانك قسمت 47 على 8، فعلا المفروض الجواب يطلع 9، لانه 9 على 8 اللي 72، وقديش اللي بضل الباقي؟ اللي بضل الباقي 2 اللي طلع عندي هون. فهي نفس الخطوات بالتعامل سواء انت كنت عم تحكي عن ديسيمال او مع باينري. بس اجين احنا هون ما راح نورجيك كيف احنا بنعمل القسم الطويله للباينري، صراحه هذا شوي شيء ادفانس شوي عن هذا الكورس، بس انا بس راح اورجيك كيف لو انه كانت القسمه، لو انه زي هون برضه مثلا القسمه هون، هذا الرقم اللي قسمت عليه اللي هو الديفايزر 8 هو 2 تو ذا باور ان اللي هو 2 تو ذا باور 3. فبإمكانك تطلع الجواب باستخدام عملية الشيفت، بس بدل ما تعمل شيفت للليفت بتعمل شيفت باتجاه الرايت لليمين، يعني بتضيف زيروز على الليفت سايد،
بدل على الرايت سايد زي في حاله الملتيبليكيشن، يعني الدايركشن معكوس بين الديفيجن. فمثلا شو اللي انا عم بحكي هون، ايش الرقم انا الاصلي اللي عندي هو 1 0 0 1 0 1 0، هذا اللي هو الديفيدند. اوكي انا هذا شو بدي اسوي، بدي اقسمه على 8، فلازم قلنا نعمل له شيفت باي اتجاه، بدل الليفت باتجاه الرايت لليمين، وبما انه هون 3 لازم اضيف له قديش، لازم اضيف له 3 زيروز. بس هلا بدك تنتبه على شغله، لما تضيف هون 3 زيروز من هذا السايد، مكان هدول 3 زيروز اللي دخلتهم، الثلاث ديجيتس هدول بيطلعوا نفس عدد الديجيتس اللي انت هون، هدول بيطلعوا الاوتبوت، بيصيروا يعني بيصير عندك هون نقطه بيناتهم، يعني هذا بيصير جزء من الفراكشن، ببطل جزء من الانتجر سايد. فطلع شو بيصير الجواب، 0 0 0 1 0 0 1 اللي هي 9 اللي هي موجودة فوق شايف، وهون هاي الفاصلة هاي الRadix point 0 1 0، this is the Radix point. okay طيب هل أنت بتحكي لي يعني هذا الواحد اللي هون قديش الويت تبعه، شو رأيكم هذا الواحد شو الويت تبعه؟ هذا الواحد إذا بتاخده كجزء من هذا الرقم، متذكرين إحنا كنا نحكي هون البوزيشنز ببلشوا، هذا بوزيشن minus 1 minus 2 minus 3، فهذا كويت هو minus ربع، صح مزبوط، هذا الويت تبعه minus ربع. فزي كأنه أنت عم تحكي أنه الجواب هو 9 وربع، وهذا الإشي الصح فعلا، الجواب هو 9 وربع، 4 يعني 47 على 8 الجواب بيطلع بالضبط 9 وربع. فهذا الجواب اللي قبل الفاصلة هو الكوشنت، هذا هو الكوشنت، واللي بعد الفاصلة هو الريميندر. هلأ الريميندر إذا تفرجت عليه لحاله هيك بدون كوشنت، إيش بتحكي قديش قيمته الريميندر؟ 2، صح؟ هيك بدون، إذا بتتفرج عليه كجزء من الجواب كله، الريميندر هو زي كأنه ربع. هلأ هذا الشيء صح عادي، لأنه هون هاي 2 هي واقعية، لما أنت تجي تمثلها بتحكي الريميندر هي 2 على 8، لان 2 على هاد، فهو زي كانها اللي هي الربع يعني. بس احنا هون عم نتفرج عليها لحالها، اذا تفرجنا عليها لحالها اللي هي 2 بتكون، اذا تفرجنا عليها كجزء من الرقم بتكون هي الربع. في حدا كان بده يسال ولا كنتوا بدكم تجاوبوا؟ في حدا كان عنده سؤال؟ اوكي تمام. فهي اذا بنيجي على السلايد مره ثانيه وبنورجيك عمليه الديفيجن، هي لما مثلا والله بدي اعمل هون بدي اعمل ديفايد باي 4 بدل 8، زي في الاكزامبل تبعي عندي برضه رقم 4 بت بدي اعمله ديفايد باي 4، فبدي احركه لليمين، فاول شيء بضيف 2 زيروز، هي شفت ضفنا 2 زيروز هذول تمام، ومكان هذول ال 2 زيروز اللي ضفناهم ال بي 1 وبي 0 اللي هم 2 ديجيتس وين راحوا؟ راحوا عند الفراكشن سايد. هنا في Radix point كيف عرفت انهم راحوا على الفراكشن؟ طلع هنا قديش صار البوزيشن C-1 and C-2، هذا الجزء C-1 و C-2 هم بيمثلوا الريميندر، اما الجزء اللي من C0 لغايه C3 ايش بيمثلوا؟ اللي بيمثلوا اللي الكوشنت. فهون برضه في تايبو، احنا لازم وي اد ان زيروز مش اون ذا رايت، وي اد اون ان زيروز وين ضفناهم؟ ضفناهم اون ذا ليفت. اوكي هذه on the left. في أي سؤال على هاي النقطة؟ واضح كيف تقدر تعمل multiplication أو division إذا كنت عم تقسم على 2 to the power n أو تضرب ب 2 to the power n. طيب إذا constant، إذا رقم ثابت constant، ايش بقدر اعمل اذا عم بضرب برقم ثابت مش 2 to the power n؟ يعني مثلا هذا موجود في الكتاب، لو انت عندك حاجه انك تصمم سيركت دائما بتضرب برقم ثابت بس مش 2 to the power n، يعني مثلا عندي بي متغير 4 بت، بدي اضربها دائما بحتاج اضربها بالرقم 5 اللي هي 101، هل بقدر اصمم هاي السيركت؟ يس. خليني اورجيك كيف ممكن استنتج الديزاين من خلال الاتي. اعمل العملية اللي سويناها احنا قبل شوي، يعني انت عندك بت بي عبارة عن 4 بتس اللي هم B3 B2 and B1 and B0، بدي اضربها ب 101 صح؟ ضرب، طبعا عملية ضرب،
قلنا multiplicand multiplier، باخذ كل بت من الملتيبلاير وبضربها بالملتيبلكاند، واحد ضرب الملتيبلكاند راح يضل الملتيبلكاند مثل ما هو بي 0 بي 1 بي 2 بي 3. لما اجي اضرب 0 بحط اول شيء بعمل شيفت صفر وبضرب 0 ضرب هذا بيطلع الجواب 4 زيروز، واخر شيء بعمل شيفت مرتين وباجي بضرب 1 ضرب هون ايش بيطلع الجواب هيون بي 0 بي 1 بي 2 اند بي 3. مضبوط، هدول البارشل برودكت. وطبعا ايش بدي اسوي لهم؟ جمع بي 0 بي 0 زائد 0 زائد 0 ايش الجواب هون راح يطلع؟ بي 0 نفسه صح، ومستحيل يطلع عندك كاري. ليش مستحيل يطلع لي كاري؟ لانه اذا بي 0 كانت 0 0 زائد 0 زائد 0 0 وبالكاري 0، واذا كانت بي 0 1 1 زائد 0 زائد 0 بيطلع الجواب 1 وبالكاري 0 ما في كاري هون. نفس الشيء بي 1 زائد 0 زائد 0 الجواب اكيد راح يعطي راح يكون بي 1 وما في كاري. هلا ضل عندك الشيء الجزء هذا اللي هون، هذا ضل الجزء اللي هون اوكي. هذا الجزء ايش هو؟ بدي اخذ بي 2، انسى هذا اللي بالنص لانه اللي بالنص صفر، بس بدي اخذ بي 2 وجنبها بي 3 واجمعها لبي 0 زائد بي 1 بي 2 بي 3 صح. يعني انت عندك 2 بيتس جنب بعض عم تجمعهم لأربعة بيتس. اول شيء ايش بقدر اعمل عشان اخلي هدول حجمهم نفس حجم هدول اللي تحت؟ ايش بقدر احط هون؟ بقدر احط هون 0 0 صح. هذا شيء هلا راح نحكي عنه اسمه 0 اكستنشن، وبنستخدمه لما يكونوا الارقام unsigned numbers، يعني انك تكبر الرقم تخليه 4 بت بدون ما تغير قيمته. فحطيت له صفرين هون على اليسار. هلا ايش معناته انت بدك تجمع؟ بدك تجمع الاربع بتس هدول اللي هون، هدول الاربع بتس اللي هون صح، زائد الاربع بتس اللي هون. كيف بقدر اسوي هاي الشغله؟ لانه هدول دائما جايين زي بعض، كيف بقدر اسوي يعني هذا الديزاين كيف بقدر اسويه؟ زي هيك. هلا ببساطه انت بتجيب، مش احنا صممنا 4 بت ادر وصممنا برضه 4 بت ادر سبتراكتر. هلا اقول هذا خليه 4 بت ادر، هلا بحكي لك الديزاين تبع هذا ال 4 بت ادر ايش هو. ال 4 بت ادر ايش بياخذ؟ ال 4 بت ادر بياخذ 4 بتس ل A و 4 بتس ل B صح. مثلا هدول هيدا اسميهم هون، احنا عادة بنحط ال A هون على هذا السايد A3 A2 A1 A0، وعلى هذا السايد بنحط B اللي هي B3 B2 B1 B0، وطبعا عندك ال C0 اللي هي الكاري، وعندك هون الاوتبوت اللي هم S3 S3 لغاية S0، وعندي هون برضو الكاري الأخير اللي هي C4 صح. طيب اذا انا باجي بحكي لك اشبك اشبك البي هاي الانبوت البي اللي هون اشبكه هيك على بي 2 بي 3 0 0، واشبك الانبوت الثاني اللي هو ايه اشبكه على بي 0 بي 0 بي 1 بي 2 اند بي 3، وحط هون عندي سي 0 حط 0 عشان عم بجمع اصلا، يعني اصلا هذا ادر جمع اوكي. وقتها ايش انت شو بصير عندك؟ اللي بصير عندك انك انت راح تجمع هدول الارقام، وين يطلع الجواب عندك؟ يطلع الجواب عندك من سي 0 لسي 3 ومعهم برضه الكاري 5 بتس يعني الجواب بيكون. طيب وشو معناته كيف جواب الملتيبليكيشن لما ضربت الرقم هذا بخمسة؟ شو الجواب تبعي؟ هذا الجواب اللي هو هون جواب الادر، بس لازم تضيف عليه هدول التو بتس مثل ما هم صح. البي 0 لازم تنزل مثل ما هي، البي 1 لازم تنزل مثل ما هي. فشو بصير الجواب عندك؟ بي 0 بي 1 S0 S1 S2 S3 C4. قديش عدد البيتس هدول؟ هاي 2 و 4 6 والكاري شباب بعتذر شكله النت فصل عندي أنا للحظة. الكل موجود، تلساتكم موجودين، أحمد ونبال ووجيها كل شيء اوكي تمام ماشي. طيب فخلينا نكمل سوري على يعني على القطاع اللي صار. طيب فمجموع البيتس هدول اللي هون مجموع البيتس بيطلع عباره عن 7 بيتس، واحنا قلنا لما تضرب 4 4 بيتس ب 3 بيتس بدك الجواب يكون عباره عن مجموع البيتس تبعونهم اللي هو 7. فشوف كيف انا صممت السيركت تبعتي عشان تقدر اقدر اضرب بالرقم هذا بالكونستانت 5. كل اللي احتجته هي الرسمه مره ثانيه موجوده، خلينا اورجيك اياها على على السلايد نفسه. ايش احتجنا عشان نصمم السيركت هاي؟ طلع شو عملنا؟ هي 4 بت ادر
زي ما بشوي شفنا، وواحد من الانبوتس اللي هم الانبوتس اللي مثلا هم من جوا بيكون اسمهم من B3 لغاية B0 مشبوك عليه B2 B3 0 0، و A3 من A3 ل A0 مشبوك عليها من B0 زي ما حكينا من B0 لغاية B3. وهون طبعا وطبعا هي الجواب. هلا هو انا هي هذا S، هي من جوا هي S0 هي ل S3 ومن S0 ل S3 وهي وهي الكاري اوت اللي هي C4. هذا الكاري اوت اللي هي C4. هلا هو شو سمى الاوتبوت؟ ما هو احنا بنسمي الاوتبوت عاده بالمالتيبليكيشن بحرف السي. طلع هاي البي 0 البي 1 نزلوا مثل ما هم، والجواب هذول الخمسه بيتس هيك مع بعض، هي هذا كله هيك جواب المالتيبليكيشن. هلا باي ذا واي، اذا انت شو في جوا هذا الفور بت ادر؟ اول شيء قبل ما ننسى، ايش في جواته هذا الفور بت ادر؟ هذا مش ادر سبتراكتر، هذا بس ادر، يعني انا ما بدي اطرح، انا دائما بجمع الفور بت ادر. هذا بس عباره عن هذه الديزاين، هاي الرسمه الفور بت ادر هو هذا. ايوه اول فور بت ادر صممناه اللي هو كان this is my فور بت، this is فور بت ادر زي هيك. هي A مع B وهي الكري موصولة بدون XOR gate لأني ما بعمل subtraction هون، بس بعمل addition. ف this is the 4 bit adder، هذا الديزاين اللي موجود بهذه الرسمة بس معمول كبلوك diagram. طبعا مش محطوطة هون C0 لأنها مش محتاجها، دائما بتكون صفر، بس إذا كانت موجودة هي C0 ممكن تعتبرها أنه هي دائما always 0. okay. C0 is always 0 بهذه الحالة. واضحة الفكرة؟ طب لو أسألك سؤال، لو أنا غيرت الرقم، لو غيرته من خمسة مثلاً لستة، هل بطلع الديزاين نفسه ولا بتغير؟ يعني لو هذا الرقم اللي هون على البورد هون، لو أجيت قلت لك اعمل سيركت ما بتضرب بخمسة بتضرب بستة، شو بتتوقع؟ هل الديزاين بيضله نفسه ولا بتغير؟ لازم صراحة يكون جوابك أنه بتغير، لأنه هذاك أصلا معمول على خمسة بالذات، لأنه لما تيجي تضرب بستة كل البارشل برودكتس اللي هون بتتغير. فيعني طبعا هذا الإشي مش منطقي أنك أنت لكل كونستانت تعمل سيركت، فعشان هيك أصلا هي في سيركت تضرب أي تو نمبرز بغض النظر عن قيمتهم. بس إذا أنت في عملية بتسويها بشكل كتير فريكوينت، يعني بتكررها بشكل كبير، عارف انه الديزاين تبعك لازم مثلا سبيشال سيركتري دائما بدها تضرب بستة، ممكن تعمل سيركت سريعه زي هذا الديزاين اللي صممناه، ياخذ اي رقم ويضربه دائما بستة. بس هذا مش معناته انه انت في الديزاين تبعك راح يكون عندك سيركت بتضرب بستة وسيركت بتضرب بسبعة وسيركت مش هيك، لا راح يكون عندنا سيركت بتاخذ اي تو نمبرز وتضربهم ببعض. بس هاي احنا ما صراحه ما راح نحكي عن الديزاين تبعها بهذا الكورس لانه شوي ادفانس. بس اذا بدك سبيشال سيركتري تكون سريعه ما تاخذ مساحه كبيره وعشان دائما تطلب لك برقم معين انت بتحتاجه كتير، ممكن تصممها باستخدام هاي الابروتش. هلا هون انا عندي لما اضرب 0 بطلع 0، لما اضرب 1 بحط 0 هون، هاي بي 0 بي 1 بي 2 اند بي 3 واخر شيء 2 زيروز بي 0 بي 1 بي 2 اند بي 3 صح. فلو بدي اجمع هدول زيروز هي صفر فيش كري هون، هي برضه هون اجمعهم الجواب هون برضه بي 0 وما في كري. هلا بعدين هذا اللي فوق ملوش قيمه، بدي اجمع هاد مع هاد جمع، عشان اقدر اجمع لازم اللي فوق اللي هو 3 بت يصير 4 بت، بحط له صفر هون زي ما قلنا زيرو اكستنشن وبجمعهم. فكيف بيطلع الديزاين تبعي؟ هاي الصفر هي سي 0 هاي الجواب، وبي 0 هي السي 1، وبجيب زي قبل زي رسمة قبل شوي 4 بت مرة تانية 4 بت ادر، بحط له على السي 0 تبعته صفر، وهون على الأربعة inputs تبعوني البي بي 3 بي 2 بي 1 بي 0 هدول ايش بشبك عليهم؟ بشبك عليهم الرقم اللي فوق اللي هو بي 1 بي 2 بي 3 وصفر. اما الاربع بتس الثانيين اللي هم A3 A2 A1 A0 الرقم الثاني ايش هو؟ B0 B1 B2 and B3. وطبعا الجواب الاربع بتس اللي هم S0 S1 S2 S3 راح يكونوا تكمله الجواب C2 C3 C4 and C5، والكاري الاخيره اللي هي C4 هي راح تكون C6 من الجواب.
والله ايش التغيير اللي صار في الديزاين؟ شغلتين تغيروا في الديزاين، سي 0 وسي 1 قيمهم تغيرت الثوابت لما كان 5 وكان 6، والشغل الثاني برضه الرقم اللي جمعته هون قبل كان 0 0 بي 3 بي 2 هلا صار 0 بي 3 بي 2 بي 1، فشغلتين تغيروا في الديزاين. اوكي واضحه الفكره؟ في اي سؤال هون على هاي النقطه؟ كل الامور واضحه شباب؟ تمام. آخر شيء بدنا نحكي عنه بهذا الشابتر هو موضوع الزيرو اكستنشن والساين اكستنشن، اللي أنا يعني أوريدي بلشت أحكي عنه صراحة. مرات أنت لما تكون عم تعمل جمع أو طرح add أو subtract مش ضروري يكون التو operands إلهم نفس السايز، يعني يكونوا التنين نفس عدد البيتس. فإذا كان الأوبرانتس يعني الرقمين اللي عم تجمعهم أو عم تطرحهم حجمهم مختلف، عدد البيتس تبعتهم مختلفة، لازم دائما تخلي اللي له عدد البيتس الأقل يكون عدد البيتس تبعونه زي اللي له عدد البيتس الأكبر، يعني بدك تخلي الصغير عدد البيتس تبعونه نفس الكبير اللي له مور بيتس. هذا الإشي كيف بسويه؟ في إشي بنسميه extension، في نوعين من الإكستنشنز. extension يعني أنك تعمل امتداد للرقم. أهم شيء أنك لما تعمل extension أنه ما تغير قيمة، أنك ما تغير قيمة الرقم. ففي عندي أنا two types of، صراحة في عندي two types of extensions. إيش هم the two types of extensions؟ في عنا يعني إحنا عم نحكي عن the extensions، أوكي؟ في عنا two types of extensions. إيش هم؟ في عندي zero extension، وهذا بستخدمه الزيرو اكستنشن بستخدمه مع الانسايند نمبرز، اوكي لما يكون الارقام انسايند. وعندي شيء نسميه ساين اكستنشن بستخدمه لما يكون الارقام ساين نمبرز لهم اشارات. بوث تايبس اوف اكستنشنز ما بيغيروا الفاليو. يعني مثلا تخيل عندك انت رقم زي هيك 1110، افترض انه هذا الرقم بدي اعتبره في البدايه انه هذا الرقم انسايند، اوكي، وبدي احوله من هذا ديش الحجم تبعه كم من بيت، عددهم 4، افرض انت مضطر تخليه 8 بيت، شو بقدر اسوي؟ بقدر اسوي زيرو اكستنشن. شو يعني زيرو اكستنشن؟ ضيف زيروز اون ذا ليفت على يسار الرقم. هل بتتغير قيمه الرقم؟ لا، لانه كل هدول الديجيتس قيمتهم صفر فما بياثروا على القيمه تبعت الرقم، بس ايش انت حولته من 4 بيت ل 8 بيت، ومع هيك ضلت القيمة نفسها اللي هي قديش القيمة اللي هي القيمة 14، لأنه هذا الويت تبعه 2 4 8 14، ما تغيرش ولا إشي لما ضفت أنت هنا زيرو، صح؟ هذا معنى زيرو extension. فزيرو extension أنك أنت تضيف زيرو على اليسار عشان يصير السايز تبع الرقم زي ما أنت بدك إياه. هاي قبل شوي شفناها، متذكرين هلأ لما كنا نعمل multiplication، لما جد أجمع مثلا B1 B2 B3 مع B0 B1 B2 and B3، هدول التو نمبرز ار انسايند، بدي اجمعهم، هذا 3 بت وهذا 4 بت، رحت ضفت لهذا زيرو على عملت له زيرو اكستنشن خليتهم نفس السايز عشان اقدر اجمعهم باستخدام ال4 بت ادر. وقبليها بالاكزامبل قبلي لما ضربنا بخمسه كان بس B2 B3 فضفنا لهم تو زيروز عملنا زيرو اكستنشن، هذا في حاله الانسايند نمبرز. تمام، واضحه بالنسبه للزيرو اكستنشن. طيب هلا انك تيجي، طبعا انك تيجي تضيف زيروز هون على اليمين بدل على اليسار بتغير قيمه الرقم، بتكون زي كانك اصلا عم تضرب الرقم، عم بتضاعف القيمه تبعته. فلا، احنا الزيرو اكستنشن دائما بتضيف الزيروز على اليسار on the left. طب شو يعني؟ طب لو كان هذا الرقم نفسه اللي هو 1110 كان signed، حكيت لك انه هذا مش unsigned، this is assigned two's complement number. اول سؤال، قديش قيمه هذا الرقم كديسيمال فاليو؟ قديش الفاليو تبعته؟ اول شيء اللي قلنا دائما بتشوف الواحد ايش بتحكي، الرقم از نيجاتيف، صح؟ سالب، اتس نيجاتيف نمبر. يا بقول له يا انك بتيجي بتحكي انه هذا الويت تبعه هو 2 وهذا الويت تبعه 4 وهذا الويت تبعه هو ناقص 8 وبتجمعهم فبطلع زي كانه الجواب اذا ماينس 2، او قلنا بما انه هو سالب احسب له، هاي طريقه، او احسب له التوس كومبلمنت لهذا الرقم. ايش التوس كومبلمنت له؟ الزيرو بضل زي ما هو، الواحد بضل مثل ما هو، بتعكس البيتس اللي بعديهم، اذا 2. اذا شو هذا الرقم اللي تحت؟ اذا هو سالب 2 ماينس 2، فهذا الرقم هو ماينس 2. طيب اذا انا هذا الرقم اللي هو 4 بت بدي اخليه 8 بت وهو سايند نمبر، هل بصير احكي زي ما سويت بالانسايند احط 4 زيروز؟ اذا عملت زي هيك اول غلط صار انه هذا الرقم تحول من نيجاتيف لبوزيتيف، يعني اول شيء انت سويته غيرت اشاره الرقم.
ثاني شيء هل انت غيرت الماجنتيود؟ يس، لانه لما هذا صار بوزيتيف هذا شو صار الويت تبعه؟ 2 4 8 هذا بطل سالب 8 لانه بطل هو الموست سيجنيفيكانت، يعني صار زي كانه الرقم 14 قيمته زيه زي الانسايند هون اللي هون. عشان هيك هذا الشيء غلط، ما بيصير نسوي زي هيك. الرقم لما يكون signed to complement number إذا بدك تكبره بتاخد تعمل إشي بنسميه sign extension. شو يعني sign extension؟ الإشارة اللي هي البت هاي اللي هي الواحد إيش بتسوي فيها؟ بتكررها قد ما بدك. إذا بدك إياه يصير 8 بت كررها 4 مرات، هيك بتحافظ على قيمة الرقم بضله سالب 2. طب خليني أتأكد لك هل فعلا هذا سالب 2؟ الموست significant بت الجديدة لساتها واحد، يعني الرقم هذا سالب. طيب احسب له التوس كومبليمنت عشان تعرف شو قيمته، هي صفر هي واحد صح، والباقي ايش؟ والباقي زيروز، معناته الرقم اللي فوق 2 اذا اللي تحت ايش هو؟ سالب 2. وبالتالي فعلا انا ما غيرت قيمه الرقم بس حولته من 4 بت ل 8 بت. طبعا اذا كان الرقم هو اصلا مع انه ساين توس كومبليمنت بس اذا هو كان بوزيتيف يعني زي هيك 0 1 1 0 هذا الرقم ما هو مع انه ساين بس هو بوزيتيف يعني هو زائد 6. طب ايش تعمل؟ الساين بت هون هي صفر، فانا لو بدي هذا فبكرر الساين بت مثلا 4 مرات بكرر زيروز لانه الساين بت تبعته صفر، فبيبين زي كانك عم تعمل زيرو اكستنشن لانه هو اصلا الاشاره اصلا زيرو، فانت عادي بتكررها وبضل الرقم 6 ما بتغير هون بهاي الحاله. واضحه الفكره؟ واضح الفرق بين بس هون طلع في هون الانسايند مع انه هاي واحد بس برضه بتحط زيرو لانه هذا انسايند نمبرز، اما السايد نمبرز الواحد بتكرر واحد، الزيرو بتكرر زيرو، هذا ساين اكستنشن. زيرو اكستنشن للانسايند دائما بتحط اصفار بغض النظر هل هاي الموست سيجنيفيكانت عفوا الزيرو اور 1. تمام شباب؟ طب يعني مثال الاخير انا بدي احكي، لو انت عندك لاي سبب من الاسباب بالنسبه للساين اكستنشن، لو انت عندك رقم 3 بيتس ورقم 4 بيتس بدك تجمعهم مع بعض، يعني مثلا عندي imagine you have A2 A1 A0 وبدي أجمع هذا الرقم مثلا ل B0 B1 B2 B3 B4 B5 مثلا، رقم عبارة عن 3 بت ورقم عبارة عن 4 بت وبدي أجمعهم أو بدي أطرحهم أي شيء، وجيت حكيت لك هدول التو نمبرز آر signed توس complement number، كيف بدك تسوي هذا الاشي؟ الـ A اللي هو 3 بت بدك تخليه 6 بتس زي الـ B، فشو بتعمل؟ شو هي الساين بت تبعت الـ A؟ A2. انا مش حاكي لك هل هي 1 او 0، هي A2 قيمة حسب قيمتها، فشو بدك تعمل معناته انت بدك تكرر A2، فبتقدر تحط زي هيك A2 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 صح؟ قد ما تكون قيمة A2 0 او 1 بتكون عملت ساين اكستنشن. اما لو كنت حاكي لك انه اذا كنت حاكي لك انه دول ارقام unsigned شو كان لازم تعمل؟ كان لازم تعمل زيرو اكستنشن، يعني بدل A2 شو كنت لازم تحط هون؟ لا خلص دائما ثابت على دائما هدول البيتس اللي راح تضيفهم راح يكونوا زيرو لو انه كان unsigned numbers. بس بالsigned numbers A2 نفسها هي اللي بتكررها وبتصير تقدر تعمل الجمع او الطرح بهاي الحالة. اوكي، في اي سؤال على الزيرو اكستنشن او على الساين اكستنشن؟ بالسلايدات دكتور فهد حاط انه ممكن كانه نضيف الاصفار على اليمين او على اليسار. هلا هيدا اورجيك اياها انا، هيو هون هي احنا لانه هون كنا عم نشرح عن شيء اسمه زيرو فيل. زيرو فيل يعني انك انت تعمل فيلينج للرقم. هلا هذا يطلع هاي هون مثلا هاي رقم هذا اللي هو هذا الرقم اللي هو عباره عن 8 بت، لما بدي اخليه مثلا 16 اذا ضفت الزيروز هون على هذا على اليسار هذا اللي اسمه زيرو اكستنشن. بس اما انك تحط هون انت هون اذا حطيتهم هون هلا انت فعلا خليت الرقم 16 بس هذا ما بسموه زيرو اكستنشن، هذا بسموه هذا جزء من شيء اسمه زيرو فيل. انت غيرت الرقم بس غيرت برضه قيمته، انت واقعيا لما سويت هذا الشيء انت ضربت الرقم، بس عشان تكون عارف انت ضربت الرقم الاصلي، مش هذا زي كنه قبل شوي زي ما حكينا عملنا شيفت ليفت 2 تو ذا باور قديش 2 تو ذا زي كانك ضربت الرقم ب 2 تو ذا باور 8 لانك حركته وضفت له 8 اصفار، يعني القيمه اللي فوق ضربتها ب 2 تو ذا باور 8. هلا هاي بضلوا اسمها زيرو فيل، بضلك انك انت غيرت الرقم من 8 ل 16 بس هل احتفظت بنفس القيمه؟ لا، اللي بالحاله اللي تحت اللي فوق لما ضفتها على اليسار احتفظت بنفس القيمه، هاي اسمها زيرو اكستنشن. تمام، هيك جاوبت على السؤال؟ تمام. فهذا وهي نفس الشيء حكينا بالنسبه للساين اكستنشن. طيب شباب هلا هذا اخر سلايد اللي هو الهكساديسيمال او البي سي دي اديشن،
يوجوالي صراحة برضو أجين لما يكون عندنا مضغوطين بالوقت ما منغطيه. برضو إذا لقيت معي وقت لما أجي أشرح موضوع الكمبارتور بشابتر 4، أشرح لكم مثال تبع الكمبارتور، بمر على هذا الإكزامبل بشكل سريع. هو سلايد واحد يعني أصلا، ومش إشي كثير صعب، بس برضو عشان نستفيد من الوقت أكثر I will skip it. فإحنا we skipped two things في هذا الشابتر، سلايد 47 اللي بيحكي عن الهكساديسيمال والأوكتال أديشن، وwe skipped، هو ما فيش إله سلايد، بس إحنا كلنا عادة نعطي لكم إكزامبل على إشي اسمه كومبارتور، إن شاء الله أنه نرجع له إذا ظل معنا وقت. بدي أعطي إنترودكشن هيك سريعة عن الشابتر 5 صراحة، وعشان بالمحاضرة القادمة نبلش فيه. بس هلا بكل لغايه الان ابتداء من تشابتر، احنا من تشابتر 3 و 4 كان تركيزنا على الكومبينيشنال لوجيك، وحكينا احنا بالكومبينيشنال لوجيك انه دائما الاوتبوت از فانكشن اوف انبوتس، ما عندي ستيت، ما عندي حاله، ما عندي ميموري، ما بخزن الحاله او الهيستوري او التاريخ تبعي. وهذا اوبوزيت للشيء اللي بيصير في السيكوينشال لوجيك. في السيكوينشال لوجيك لا، الشيء اللي اسمه سيكوينشال لوجيك انت عندك ميموري اليمنتس، عندك ذاكره، هاي الذاكره بتتذكر حالتك شو كانت في الماضي، وبناء عليها بتحدد الحاله الجديده للسيركت اللي بدنا نسويها. فاحنا في هذا الشابتر صراحه راح نشرح عن السيكوينشال لوجيك، راح نبدا بأبسط أنواع السيكوينشال لوجيك، الإشي اللي اسمه اللاتشز، وراح نشوف كيف أني باستخدام اللاتش بقدر أصمم إشي اسمه فليب فلوبس، وراح نحكي شو الفرق بين اللاتشز and الفليب فلوبس. بس هدول التنين اللاتشز والفليب فلوبس بسموهم storage elements. إيش يعني storage elements؟ هم يعني circuits بستخدمها عشان to store، عشان أخزن الداتا تبعتي. طبعا اذا عندك 1 لاتش او 1 فليب فلوب بامكانك تخزن اللاتش الواحد او الفليب فلوب الواحد بخزن لك 1 بت، يعني يا 1 يا 0 حسب انت ايش بدك. بعدين راح نشوف طبعا كيف نقدر اذا عندي سيكوينشال سيركت كيف بقدر اعمل لها اناليسيس، يعني افهم كيف السيركت عم تشتغل. واذا والجزء الثاني من التشابتر بيحكي كيف نصمم السيكوينشال سيركت، كيف نعمل ديزاين. ففي عندنا جزئين، في عندنا جزء الاناليسيس وفي عندنا جزء الديزاين، بس هدول الاثنين لازم في البدايه احنا اصلا نعرف الابسط الستورج اليمنتس اللي هم اللاتشز والفليب فلوبس كيف بيشتغلوا. هلا اذا بترجعوا على اول الماده تشابتر 1 لما كنا عم نحكي عن انترودكشن في بدايه هذا، حكينا انه لما حكينا عن السيكوينشال سيركت رسمنا لكم صراحه هذا الدياجرام، كان هذا الدياجرام موجود بالسيكوينشال سيركت. السيكوينشال سيركت مش معناته انه بطل فيها كومبينيشنال، لسه في عندك كومبينيشنال، لسه موجود عندك اند اور، وممكن يكون ادر سبتراكتر وديكودر وملتيبلكسرز، هذول كلهم انواعهم كومبينيشنال لوجيك. بس بالاضافه للكومبينيشنال لوجيك في هذا الجزء الاخضر اللي هو اسمه ستورج اليمنتس، هون احنا مسمينه اللي هو تخزين الداتا. هذا الستورج اليمنت الداتا اللي بخزنها عاده بسموها اسم ستيت، الحاله تبعت السيركت تبعتك، شو الحاله اللي هلا فيها السيركت. مثال على هذا الشيء مثلا اي جهاز من الاجهزه مثلا اللي موجود عندك في البيت، الابلاينسز زي الغساله زي الثلاجه مثلا، الغساله الواشينج ماشين بيكون في لها برنامج معين مثلا بتمشي بخطوات معينه، لازم الغساله دائما تكون متذكره هي موجوده باي خطوه عشان تقدر بعدين تروح على الخطوه اللي بعديها، لازم تكون متذكره هي هلا باي خطوه موجوده. فالخطوة اللي بتكون عم بتنفذها الغسالة هذه بنسميها الكرنت ستيت او الستيت، يعني الحالة الحالية، او يعني الحالة الحالية الكرنت ستيت يعني للغسالة. وطبعا شو واحدة من وظائف الكومبينيشنال لوجيك هاد انه ايش يحدد، لما انت تحكي له واتس يور كرنت ستيت وايش الانبوتس اللي موجودين عندك، يقدر يحدد لك شو لازم تكون النكست ستيت، شو الحالة كيف لازم تتغير. طبعا النكست ستيت هي انبوت للستورج اليمنتس وراح يصير يتخزن ويصير هو الكرنت ستيت بعد شوي، اوكي يصير هو الحالي. وفي جزء من الكومبينيشنال لوجيك بس وظيفته يحسب الاوتبوتس، ملوش علاقه بالستيتس، وظيفته بس للاوتبوتس. اوكي
طبعا هذا الاشي، فاذا بتتفرج في عندك هون inputs هذول من الاوتسايد وورد، في عندك outputs بيروحوا للاوتسايد وورد، وفي عندنا الستيت او بنسميها زي ما قلنا present state او بسموها current state، state او present state الحاليه او الcurrent او الcurrent state، وفي عندي النكست ستيت. اوكي طيب، يكون طبعا عارف انه هذا لسه يعني نظره عامه واوفر فيو، بس شوي شوي بتصير الصوره اوضح عندي هلا، او يعني بتصير الصوره بالنسبه لكم اوضح. يعني هلا مثلا هون زي ما قلنا هذا الكومبينيشنال لوجيك راح ينقسم ل لجزئين. اوكي خليني اقسمه، انا راح اقسمه زي هيك. اوكي واحد بس مسؤول يطلع لي الاوتبوتس، اوكي، وهذا الجزء ايش بسموه عاده؟ بسموه output function logic او OFL، output function logic، هي هون مكتوب هي output function. اوكي والجزء اللي مسؤول يحسب النكست ستيت، هذا الجزء اللي تحت بسموه next state logic او next state function NSL، هي next state function. هلا النكست ستيت، النكست ستيت لوجيك او النكست ستيت فانكشن في له احتمالين، ممكن يكون صراحه هو بيعتمد على بوث، بيعتمد على الكرنت ستيت وبيعتمد برضه على الانبوتس على الاثنين، وممكن صراحه يكون بس بيعتمد على الستيت بس، يعني في هذول يا هذول يا هذول، بس مستحيل يكون بس بيعتمد على الانبوت، دائما الستيت موجوده، دائما الستيت از ذير، بس هل هو برضه بيعتمد على الانبوتس او لا حسب الديزاين، فهذا ايش راح نشوفه. طيب الاوتبوت فانكشن لوجيك، هذا الاوتبوتس اللي هون على ايش بتعتمد؟ مره ثانيه هذول الاوتبوتس ممكن يا يكونوا بيعتمدوا على ممكن يكونوا بيعتمدوا على الانبوتس والستيتس مع بعض اثنين توجذر، وبهاي الحاله هذا الديزاين لما يكون الاوتبوت، شوف اسم الديزاين بيعتمد على كيف الاوتبوتس جنريتد، اذا الاوتبوتس جنريتد من الانبوتس ومن الستيت بسموا هذا الديزاين ميلي ديزاين زي ما راح نشوف. اما اذا كان الاوتبوت بس بيعتمد على الستيت بسموه الديزاين بور ديزاين. طيب لاحظ انه النكست ستيت ما لهاش علاقه بالاسم، شو ما تكون النكست ستيت doesn't has nothing to do with the name، اللي بياثر على الاسم هل او على الديزاين هل هو ميلي او مور اللي هو الاوتبوتس، الاوتبوت فانكشن لوجيك، هل هو بيعتمد على الستيت ولا بيعتمد على الانبوت والستيت مع بعض، اذا انبوت وستيت مع بعض ميلي، اذا اونلي ستيت بيكون الديزاين اسمه مور. اوكي وراح نشوف انت اي سيركت مطلوب منك تصممها بامكانك تصممها اما كميلي ديزاين او كمور ديزاين، في كل واحده منهم لها خصائص، لها ادفانتج وديس ادفانتج، هذا الشيء برضو احنا راح نيجي نحكي عنه. اخر شيء بدي اذكرك فيه وبالمحاضره الجاي بنكمل بموضوع السيكوينشال سيركت، اللي هو احنا برضو قلنا انه السيكوينشال سيركت بنقسمه لنوعين، في شيء اسمه سينكرونس سيكوينشال سيركت وفي اي سينكرونس سيكوينشال سيركت. السينكرونس سيكوينشال سيركت هذا الشيء معناته انه الستيت تبعت السيركت، الحاله تبعت السيركت بتتغير باوقات محدده بديسكريت تايمز، باوقات معينه بس مسموح للستيت تبعت السيركت تتغير، واللي هي ايش هاي الاوقات راح نصير نحكي عنها، شيء له علاقه بسيجنال اسمها الكلوك. شو ميزتها السينكرونس سيركتس؟ ميزتها انها فيري سمبل تو ديزاين، كثير سهله بس ايش، بس بطيئه كاكسكيوشن. بالمقابل مين الديزاين تبعه معقد بس سريع، اللي هو الاسينكرونس. الاسينكرونس ايش يعني؟ الاسينكرونس يعني انه الستيت هاي بتتغير بشكل كونتينيوس، باي وقت معين عادي، امتى بتغيرت النكست ستيت على طول بتتغير الستيت، ما بتستنى ديسكريت تايمز او زمن معين. فلما تيجي تميز هل السيكوينشال سيركت هي سينكرونس ولا اسينكرونس، انت واقعيا بس عم تتفرج على الستورج اليمنتس هدول اللي هون على الاخضر، وحسب امتى هو بيعمل ابديت للستيت، اذا بيعمل ابديت للستيت بديسكريت تايمز تعتبر هاي السيركت سينكرونس، اذا كان عم بيعمل ابديت للستيت في كونتينيوس تايم بنعتبرها اي سينكرونس سيركت. احنا كل الكورس تبعنا كل تشابتر 5 هذا طبعا هو سينكرونس سيكوينشال سيركت، اللي هي ديزاين تبعها سيمبل بس هي شويه ابطا، هاي الاي سينكرونس ادفانسد يعني شوي صراحه، وفي لها كورسات خاصه يعني كورس كامل بيكون اسمه asynchronous design، asynchronous digital design. فاحنا هون صراحه تركيزنا في هذا الكورس على
السيكوينشال سينكرونس ديزاين. بالمحاضرة القادمة راح نبلش نشرح بالستورج إليمنتس اللي حكينا عنهم اللي هم اللاتشز والفليب فلوبس. اللاتشز هي asynchronous والفليب فلوب هي synchronous. فإحنا راح نحكي عنهم بشكل سريع وبعدين إن شاء الله بنكمل بشابتر 5. أوكي. شكرا لاستماعكم. في حد عنده أي سؤال أي استفسار بخصوص الassignment بخصوص الشرح أو الماتيريال حابب يسأل هلأ قبل ما أنا في عنده office hours على طول إن شاء الله بعد المحاضرة، بس إذا في حدا حابب يسأل قبل ما أنهي المحاضرة أو أنهي الريكوردينج برضو you are welcome. بتضبط إذا فيش مشكلة إلك أو للطلاب إنك تخلي المحاضرة على 11 بدل العشرة؟ والله أنا ما عندي مانع صراحة، بس برجع لكم أنتوا يعني أصلك شهر رمضان يعني اليوم بالضبط. صراحة العدد أقل شوي من دائما، عادة بيوصل العدد يمكن 9 اليوم 4. مين اللي اقترح؟ أحمد ولا أحمد؟ أحمد وجيها نبال عندكم؟ أنا عندي شوية أطراد ناس بس في عندي مادة مرات الدكتور بيعطي مرات لا، يعني حسب وبيحطها في نفس موعد المحاضرة على 12، فإنه إذا بلشنا على 11 ما راح يصير في تداخل. هو ببلش على 12 على 12 ببلش. أوكي. يعني ممكن نقدر معناته ماكسيمم إحنا نشفت نصف ساعة، إذا هذا الإشي مستاهل أو لا. أحمد إيش رأيك، نضلنا 10 ولا بصير 10؟ خلص 10 إنه تأخذ محاضرتين ورا بعض متعبة برمضان. بالضبط الله يجزيك الخير، خلينا نضلنا على 10، الله بيعين إن شاء الله. يعني 10 أحسن من 8 أو من 9 برضو، يعني إن شاء الله مقبول شوي الوضع يعني الله بيعين. يمكن اليوم برضو عشان أول يوم لسه الناس مش متعودين أول محاضرة برمضان. طيب إن شاء الله خير. في أي استفسارات أخرى أسئلة أخرى؟ دكتور هو اقتراح تفضل. عشان الأسايمنت إنه ما بنفع لو يزيد عدد الأسئلة وتقل الويت، يعني مثلا بالأسايمنت الأول واحد غلط غلطة واحدة راحت علامة نص، فإنه مش عارف وهيك هيك قاعدين يوم كامل شبه يوم كامل، فإنه لو زادت الأسئلة طيب. والله بوصل خلص، بوصل إن شاء الله بإذن الاقتراح للدكاترة. هلا يعني بصراحة هم عم بدرسوا أنه يشوفوا برضو أنه هل يأجلوا الأسايمنت الثالث أو لا، يعني يأجلوا لون ويك يعني يصير بدل الأحد السبت الجاي السبت اللي بعديه. ما ياريت في طلاب بالضبط أنه إحنا امتحانات ان شاء الله في احتمال كبير ان شاء الله انه يتاجل باذن الله، يعني يصير الماده كم شابتر هي 5، يعني احنا بنوصل لهون لتشابتر 5 صراحه. هذا بس راح يكون شابتر 4 و5 لماده الفاينل، يعني كتركيز عليهم راح يكون على الفاينل. الاساينمنت راح يضله بس بتشابتر 3 يعني ما راح يتغير، عشان انه عملنا له اذا عملنا له ان شاء الله اكستنشن راح يضله بس بتشابتر 3 الاساينمنت الثالث يعني. ان شاء الله تمام. بوصل إن شاء الله موضوع الأسئلة للدكاترة وإن شاء الله خير، نحاول يعني بإذن الله إن شاء الله. تمام يا شباب، الله يعطيكم العافية. شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير دكتور.